أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم بتحية الإسلام مباركة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، الأيام تمر وتتسارع هذه الأيام، أيام الخير، أيام البركات، أيام الطاعات من هذا الشهر العظيم المبارك. والواحد منا يوصي أخاه بطاعة الله عز وجل وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والمصارعة إلى عمل الخيرات، ليكن حال المسلم كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهو القائل سبحانه: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومع السؤال السادس من مسابقة رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال يقول: صحابي جليل أسلم مبكرا قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هاجر إلى الحبشة مرتين، أول من جهر بالقرآن في مكة، فقرأ من سورة الرحمن، فهجمت عليه قريش فغطت وجهه بالدماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له في يوم من الأيام: اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. فقرأ عليه من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى عليه الصلاة والسلام. فمن هو هذا الصحابي رضي الله عنه ورحمه الله؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، إن أول غيث ندى سأروي به قافلات المدى. نعم، إن أول غيث ندى سأروي سيول الشتاء، وأجعل منه سيول